والدي اصلا عنده قطه في النص اليمين، فلاقيته بتتحرك كل رجل بتتحرك طبيعي زي اي حد شايف الفيديوهات بتاعت استاذ محمود البحراوي. فطبعا انخدع لان كذا فنان وكذا حد مشهور ودكتور وناس كويسه جدا راحت عنده وتعرف، وما يعرفش ان هو كان واحد معاه ابتدائيه، ما يعرفش ان هو عامل بالنا، هو عارف ان هو على حسب ما احنا سمعنا ان هو دكتور في الطب البديل وان هو بيعالج بالاعشاب، وهو رايح له على اسمه بيعالج بالاعشاب، هو والدي رايح عشان يتعالج بالاعشاب. طبعا اتفاجئ والدي ان هو بيقول له هات ايدك، فبيدي له ايد اليمين، الايد اليمين طبعا الايد اليمين مش شغاله، فقال له لا انا مش عايز الايد اليمين اديني الايد الشمال. فبدا طبعا ساله انت مريض سكر ولا غيره، هو عارف ان هو داخل يتعالج من الجلطه، بس يعني انت عارف ان هو داخل يتعلم من الجلطه. طبعا مسك ايد والدي الشمال وقال له خلي غير وشك الجهه الثانيه، فرد ضغط مراته تمام اللي هي السكرتيره بتاعته، قالت له ده عنده السكر، يعني هي عرفته ان هو عنده السكر. الكلام ده والدي اللي حكيه ان هو عنده السكر، فقال لها ما يعني ما اتفقتش الكلام دي كلامها اصلا. مسك سرنجه شكشكه طبعا في كف ايده من فوق ومن كف ايده من جوه، وقال له حاجه تمام، قال لك ده امر طبيعي خليه ياخد الاعشاب وهيبقى كويس. بعدها الموضوع زاد شويه كتير، مش شويه عاديين يعني. قعدنا نرن عليه ما ردش. لما دخل المستشفى طبعا دخل قال لك دي بدايه غدينه، قال لك صديد خراب وتسمم دم. طبعا اضطر ان هو يبتر الصابع اللي في النص في ايده الشمال، جزء كمان من الكف زي ما حضرتك بقى شايفه. دي الصوره دي في بدايه في النص، في نص المرحله يعني. طبعا ده بعد البتر تمام. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. السوشيال ميديا دلوقتي بقت في ناس بيستغلوها استغلال سيء. بنشوف في التلفزيون بعض القنوات اللي هي بير سلم، تحت بير السلم كده، قنوات كتير قوي يجيبوا ناس يقول لك ايه وحياة المصحف الشريف ده من ساعة ما خدت الدواء وانا بقيت بمشي وبصلي والحمد لله رب العالمين، وانا طالع بقول شهادة حج، انا مش واخد فلوس من حد والله، انا اول ما شفت الاعلان في التلفزيون اتصلت بيهم، اول ما دعكت ركبيه واول ما دعكوا لي ظهري في الاول كنت قاعد، دلوقتي بقوم اصلي وبقوم اتحرك وبروح الغيط وبركب الحمار بتاعي لمؤاخذه يا ناس انا بتكلم كده والله، الحمد لله كتر خير والله العلبه ايه. بنشوف الاعلانات دي كتير قوي في التلفزيون في قنوات بير السلم، تطلع واحده تانية تقول لك انا والله ابني ما كانش بيشوف وكان نظره ضعيف، واول ما خدت المنتج ده الواد ابني اهو تعالى يا ابني اهو بقى بيشوف ونظره قوي الحمد لله رب العالمين، شكرا يا دكتور جامد. فاكرين الاعلان اللي كان بيطلع يقول لك لو راجل كل وطلع في الاخر نصاب وطبض، واحمد ماهر قال لك انا ماليش دعوه، الفنان احمد ماهر ده قال لك انا كنت باخد الفلوس بعمل الاعلان ماليش دعوه بالمنتج بقى انا كنت بطلق، وطلع في الاخر منتج كان بيضر بالصحه. فالفنانين اللي بيعملوا اعلانات ما بيهمش معاهم الناس خالص، اهم حاجه الفلوس اللي من الاعلانات. ولا في ناس للأسف بيستغلوا الناس اللي في الأرياف، أهالينا الطيبين، ست غلبانة، راجل بجلبية غلبان يقول له امسك العلبة دي ويقول الكلمتين دول وهديك 500 جنيه، الراجل فرحان يطلع يقول علي الطلاق بالتلاتة من مرت اللي جنبي، ما كنت قادر أمشي على رجلي وكنت بكز، أول ما دهنت رجلي بقيت بصلي وبروح الجامع والحمد لله رب العالمين. تطلع يا ست تقول جوزي والله العظيم كان ما يقدرش يعمل حاجه خالص من ساعه ما خد البرشامه دي، والله بقينا الحمد لله رب العالمين نستحمى مره واتنين في الاسبوع. قلة ادب.
ويطلع واحد تاني يحلب بالمصحف وحياه المصحف، وللاسف بيكون مساكنهم مصاحف فعلا في الاعلانات، بيكون ناس ماسكين مصاحف فعلا وبيقسموا عليها كذب، وهم شويه نصابين كلهم. اخرهم طبيب سمنود النصاب، الدكتور محمود النصاب ده معاه ايه؟ 5 ابتدائي. في الصحف بيقول لك معاه شهاده الابتدائيه، معهوش الشهاده الابتدائيه، اخره 5 ابتدائي وما كملش. 5 ابتدائي النصاب ده، كل مؤهلاته 5 ابتدائي. الكشف بتاعه 600 جنيه. الفيزيتا بتاعته 600 جنيه. ده بيته مركز كامل. ده بيته اللي انتوا شايفينه ده كله بيته. عملوا مركز كامل للعلاج. عياده ومستصف مركز كامل. الكشف بتاعه 600 جنيه. ايه حكاية محمود النصاب طبيب سمنود محافظة الغربية؟ قرية اسمها قرية ابو صير، يعني البيت ده في قرية اسمها قرية ابو صير، البيت بالتكييفات ودنيا، ما كشف 600 جنيه. وللأسف بعض الفنانين والفنانات كانوا بيروحوا يتعالجوا عنده، وكان بيتصور معاهم وينزلوا الصور على السوشيال ميديا وعلى صفحته. طبعا الناس لما بيلقوا فنانين بيروحوا له قرية ابو صير في مركز سمنوط محافظة الغربية، اللي يخلي الفنان يروح لغيته عنده يبقى كده دكتور مشهور. الأغرب من كده ان في دكتور، ودي بقى اللي امه ضحكت من جهلها الامم، طبيب في مستشفى الحميات في سمنوط، طبيب انا بتكلم طبيب دكتور في مستشفى حميات سمنوط كان بيتعالج عنده. شوف المسخرة بقى، شوف الكوميديا. طبيب في مستشفى حميات مركز سمنود، خريج كلية الطب، طبيب متعلم مثقف، كان بيروح يتعالج عند مين؟ عند الدكتور محمود النصاب اللي في 5 ابتدائي، اللي تعلمه كله 5 ابتدائي. وطبعا الدكتور محمود النصاب استغل الدكتور ده وراح منزل اعلانات اهو، دكتور فلان الفلان. طبعا مش هقول اسم الدكتور لانه للاسف اتحول للتحقيق الدكتور ده، وكل الوزاره في سمنود في محافظه الغربيه وقفوا عن العمل. انت طبيب ومتعلم تروح تتعالج عند جاهل معاه 5 ابتدائي؟ الدكتور بتاع الحميات كان بيتعالج عنده، فمحمود النصاب يعمل ايه على صفحته على السوشيال ميديا؟ قال له الدكتور فلان الفلاني في مستشفى حميات الغربية جاي يتعالج عندي، ايه رأيك يا دكتور؟ ودكتور فرحان، ايوه انا الدكتور فلان الفلاني من مستشفى الحميات بسمنود الغربية، انا جيت عنده وعالجني وكنت بعاني من كذا وكذا. لما الدكاترة بيروحول الاطباء بيروحول، بيمارس المهنة دي بقاله كم سنة؟ سنتين. واسمه بقى على فنانين وفنانات ولاعيبة كورة وكلهم بيروحوا عنده عشان يتعالجوا، والسوشيال ميديا نازلة اعلانات، وبيجي في التلفزيون الناس ماسكة المصاحف، الدكتور محمود والمصحف ده الكريم بتاعه والبرشامة دي، وكله نصب في نصب، هو 5 ابتدائي. طب اذا عصته ازاي؟ محمود ده سافر الصين، سافر الصين راح جاب شوية ابر صينية وشوية أعشاب، وجي فتح مركز كامل وقال لك الدكتور يبقى شوفوا بقى. الدكتور محمود حصل على بكالوريوس طب، حصل على عدة شهادات في الطب البديل، وباحث في علم الأعشاب والنباتات الطبية، وراح كتب كلمة والسوجوك المصري. أنا طبعا مش متخصص، ما أعرفش هو السوجوك المصري، هل دي أعشاب يعني؟ والسوجوك المصري ده راجل علامة، دكتور وحصل على شهادات في الطب البديل، وباحث في علم الأعشاب والنباتات الطبية والسجوك المصري. فالناس عليه أمم، والكشف 600 جنيه. لغاية ما في واحدة مثقفة متعلمة أبوها للأسف عنده شلل نصفي من الجانب الأيمن، شاف الإعلانات في التلفزيون وعلى السوشيال ميديا والراجل بيحلف بالطلاق والست بتحلف بالطلاق والراجل التاني حلف على المصحف الشريف، انه راح له كان مشلول بقى بيمشي. الراجل ودوني عند ده، يا بابا ده في قرية اسمها ابو صير في سمنود غربية، قال لي هيوديني، انتوا مش عايزين تعالجوني، انتوا مش عايزين تعالجوني، الراجل ده الناس بتحلف بالمصحف. دي عم الشيخ ناصر
نصب. قالوا له الحرامي يحلف. لا ما فيش حد يحلف على المصحف كذب. الراجل اللي حق فعلا ما فيش حد يحلف على المصحف كذب. وبيشوف الناس في السوشيال ميديا وفي التلفزيون في قنوات بني السلم ماسكين المصحف وبيحلفوا بيه. اضطرت البنت تاخد ابوها راحت هناك. طبعا في ده مركز وممرضات ودنيا جايب ومحدش عارف يجيب له يعني ده في الاخر خالص بالبلطو الابيض دكتور محمود نصب عالمي. كم الكاشف؟ 600 جنيه 100 200 300 400 500 600. في حاجة تاني؟ قالت لا ده حسب الاعشاب وحسب العلاج جوه مع الدكتور هيحاسبكم عليه. دفعت 600 جنيه ده كشف بس جوه بفلوس دخلوا عند الدكتور بتشكي من ايه. فالبنت قالت بابا عنده شلل نصفي وما بيحركش نصفه بالكامل ولسانه تقيل وبتاعه وغير انه عنده مرض السكر. قال لا لا علاجه عندي خلاص. يعني يا دكتور ما تخافش يا حاج هتقوم وتمشي وكله تمام. انت جيت عند الرجل الصح. ابتدى يديله وصفات وفي الاخر راح خد حقنه. وريني يا حاج ايدك. راح اطاله حقنه في كف ايده. الرجل عنده السكر. قال لا كده خلاص. طب يا دكتور؟ قال لو حصلت اي حاجه اتصل بي. انت ما بتشوفش اعلاناتي؟ ما بتشوفش الفلانه الفنانه والفلان الفنان؟ دول كان جايين لي ميتين خالص. طب يا دكتور؟ راجل فرحان وطالع من عند راجل فرحان عطى له الحقنه. عقبال ما وصل نستاول لكم خد ثمن الحقنه كام؟ 15000 جنيه. البنت بتقول في 5 دقايق 600 جنيه كشف و500 جنيه حقنه. 600 جنيه كشف و15000 حقنه. 600 كشف و15000 حقنه. 15000 جنيه للحقنه. عقبال ما روحت البيت لقت كف والدي احمر خالص ابتدى يزرق. اتصلت بيه يا دكتور قال لها اعراض عاديه ما تقلقيش ده علاج ودي اعراض احنا عارفينها على بكره الصبح هيفوق. الراجل جه على الفجر ايده كلها ابتدت تزرق صوت. جريت بيه على المستشفى لان اتصلت بالدكتور ما ردش عليا. راحت المستشفى قالوا لها ده غرغرين حقنه ايه دي؟ ده ايد ابوك كلها هتلوث. راحوا قطعوا له كف ايده. يا بنتي ده نصاب. ده مين ده؟ قالت الدكتور محمود. راحت على طول مركز شرطة السمنوت عملت في محضر. النيابة امرت من النقابة الفرعية لاطباء سمنود او الغربية الكشف عن اسمه. قال لك لا ما عندناش اسم زي ده. تم القبض عليه. لقوه معاه خمسة ابتدائي. خمسة ابتدائي. ايه محمود جاك انا سافرت الصين وجبت ابر صينيه وجريت على اليوتيوب وعلى جوجل العلاج وكنت بعالج الناس. بتعالج الناس؟ والراجل اللي ايده تقطع ده طبعا اول ما تم القبض عليه البلاغات بقى بالهبل. طبعا والده ووالدته الدكتور النصاب بيقول لك لا ابني عمر ما قال له ان هو دكتور. ابني بيعالج الناس بالاعشاب. رغم وزاره الصحه لما عملت حمله ونزلت على بيته لقت مركز كبير وعياده كبيره صدرت كل الاعشاب وكل الادوات الطبيه والحقن والسرنجات اللي كانت عنده. نسيت اقول لكم ان الاخ اللي كان مريض شلل نصفي بنته بتقول الدكتور محمود طلع سن الابره وكان قاعد ينكت في جسم ابويا. فيعني وللاسف طوابير عليه والكشف 600 جنيه الحقنة الواحدة ب 15000. تخيلوا فلوس عمل فلوس قد ايه. بقاله سنتين بيمتص دم الناس. واللي تضحك عليه ان في دكتور في مستشفى الحميات كان بيتعالج عنده وفنانين وفنانات. اعترافات تفصيلية. طبعا ابو الدكتور النصاب ده وامه بتقول ده هو ما كانش بيقول على نفسه دكتور كان بيقول انا بعالج بالاعشاب ابني بريء. والست اللي جت هي وابوها بيبتزونا دلوقتي وعايزين مبلغ كبير علشان يتنازلوا. حتى لو يتنازلوا يا حاج انت والحاج انا مقدر ان انت ابوه وامه لكن ما ينفعش التنازل. ابنكم كان بيضر بصحة الناس وحالات كتيرة مقدمة بلغ في ابنكم ان هم خدوا عقاقير دهور صحتهم ونباتات غريبة وحقن غريبة. عديك عملت الراجل اهو قطعت ايده وهو عنده شلل نصف. انا مقدر طبعا قلب الاب وقلب الام لكن ابنكم نصاب. وهذه صورة الدكتور محمود اهو الدكتور النصاب اصلا. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.